ورايحة شاهد النبي محمد والكعبة الشريفة. أنا قلبي بيسألني إيه غير أحوالك ويقول لي بايعني ما خطرتش على يا طويل يا ليل على البحر عدى ويعداني يا ليل اه يا ليل يا ليل وعروستي الغالي جايه من عندنا يا ليل اه يا ليل يا ليل اه يا ليل يا طويل يا ليل اه يا ليل يا طويل يا ليل حواد على بلدنا حلوه وناسها حلوين وكلهم مبدعين. الصوره بتقول ان احنا في محافظة من المحافظات الحلوة، محافظة الشرقية، زي ما انتم شايفين في الغيط، في البيت، في الدوار، في أي حتة، أكون بغني وحواليا الغيط ورايا جاموستي ورايا أرضي ورايا زرعتي، هو ده حالي، وده أحلى حاجة. الصورة زي ما انتم شايفينها، صورة طبيعية، دي صورة حال فلاحنا، على فكرة الفرقة دي مش فرقة، هي عيلة. عيلة حبت الغنى وقرروا يغنوا زي ما هم بطبيعتهم، مش شرقية وعلى حظي أنا كمان شرقوية. خليني أرحب بفرقة الحاجة نبيلة، وسعيدة إن الحاجة نبيلة هي صاحبة الفرقة وأولادها طبعا هم كلهم بيغنوا موسيقى فولكلورية. وخليني كده أخلي الحاجة نفسها هي تقول مين اللي معاها وولادها إيه. مساء الفل يا حاجة. مساء الورد علي. شرقوة بقى أنا وأنت زي بعض طبعا. النهاردة طبعا. أنت منين من الشرقية يا حاجة؟ أنا من سنهوت مركز منيا القمح الشرقية. مركز منيا القمح. إنما أنا قريتي سنهوت. سنهوت. وانتي قاعده في سنهود دلوقتي؟ انا قاعده على طول في سنهود بلدي. والصور اللي احنا شفناها ده في الغيط. في الغيط ومغنيه النهارده برضه في الغيط. مغنيه في الغيط. انا عايزه اجي لك الغيط. شويه الجبنه بقى، الجبنه القريش بتاعتنا اللي هي في البلاص، الجبنه والعيش المرحرح اللي في الزلعه. في الزرعه والعيش المرحرح ونقعد نغني. والعيش الفلاح البلدي. العيش الفلاح الحلو. عرفيني باولادك بقى. ابني طارق. طارق الكبير. طارق الكبير صاحب اورج، يعني شغال على اورج. شغال على اورج. وابني دي فنان عظيم يا ست الابله. ده فنان عظيم. هيثم فنان عظيم. بيعمل ايه بقى؟ فنان عظيم في ايه هيثم؟ بيغني غنى في الافراح وغنى حلو. انت ايه اللي خلاكي تغني؟ يعني ايه اللي طلع فكره الغنى وتقعدي تغني بقى؟ اقول لحضرتك. قولي. انا كنت زمان كان في عزبه جنبنا اسمها عزبه الفرحات عندنا هناك في الشرقيه. ايوه. وكنا صغيرين ابويا كان ياخدني، كان ابويا بقى مده الفقر كان كنا فقراء برضه. يقوم ابويا ياخدنا ونطلع على العزبه دي نشتغل اليوم بخمسه تعريفه. والله اليوم بخمسه. تشتغلي ايه يا حاج؟ ها؟ تشتغلي ايه؟ في الزرع يعني وكده؟ بنزرع. تزرعي؟ بنزرع حاجات خضروات والقاس بقى الشرقيه والقاس. والبتنجانه وننقي غلط من الغيط. يعني مثلا حشيش في الغد غلط ننقيه. وكنا ننقي بقى، كنت انا بقى ابويا وامي واحنا ايه خمس بنات. بنتين صغننين قوي واحنا كنا حلوين كبار كده يعني الواحده عندها. تخرجوا مع ابوكوا كلكم. كان ابويا بقى ياخدنا كلنا بقى اليوم بخمسه تعريفه. يعني انت ما وقعتش لما اخذ الخمسه تعريفه ده. ويجي بقى اخر النهار مثلا نجيب تلموا بقى الغله؟ نلم بقى الغله، نحصد الغله، نقعد على الطبليه الحلوه، نحصد الغله ونربطها. نحش مثلا، نخلع دوره في الغطان. دوره. نحصد فول بالشراشر. وكنا عايشين من كده. ابويا بقى كنا لما نروح الغيط وامي يغنوا في الغيط. كانوا يغنوا ايه ابوك وامك؟ ايه فاكره كانوا بيغنوا ايه ابوك وامك؟ يعني غاويين المغنم زمان. ايوه كانوا بيغنوا. كانوا بيغنوا ايه؟ كانوا بيغنوا بقى الغنى الفلاحي، ما روحش الغيط الباميه شوكتني. طب تيجوا نبدا بقى بحاجه كده يا قطن ونفتكر. طبعا وتفتكري بيها ابوكي وامك ونغني. نغني الاغنيه اللي كانوا بيغنوها. والله والله هيثم وطارق معانا. ماشي يلا. ما اروحش الغيط
البم يا شوكتني ولا ما روحش الغد البم يا شوكتني ولا أبويا قال لي يا فلاحة أبويا قال لي يا فكرية خد الحمار والعربية ازرعي غلة وملوخية والبامية شوكتني ولا أبويا قال لي سيبك هجوزك احسن منه جدح لي ويفهم عنه والبامية شوكتني ولا ابويا قال لي يا فكرات ابويا قال لي يا فكرات خد الحمارة ويا المحرات عشان نزرع رزي ونبات والبامية شوكتني ولا يا واد واقف مالك كده ليه عمال ترعي لي واعمل ايه عروستنا حلوة اسم الله عليها البامية شوكتني ولا روحش الغيط البم يا شوكتني وانا انا شرقاوية يا ولا انا شرقاوية من يا القمح يا ولا احلى صعبية انا شرقاوية يا ولا انا شرقاوية من يا القمح يا ولا انت عصبية ميل وتعالى يا ولا ميل وتعالى احنا الشرقوة يا ولا احسن رجالة عايز تناسب يا ولا ميل وتعالى احلى عروسة يا ولا بنت الشرقية انا شرقاوية يا ولا انا شرقاوية اجدع صبية يا ولا بنت الشرقية هايل ومايل يا ولا هايل ومايل الوت نفغتي يا ولا يعمل عماين لبس المجابية يا ولا لبس الجلابية ماسك الخرزانة يا ولا وعجو الطاقية أنا شرقاوية يا ولا أنا شرقاوية بنت الشرقية يا ولا أجدع صبية شرقاوي أصيل يا ولا شرقاوي أصيل من غطل البيت يا ولا شرقاوي أصيل عايز تميل وتجيني تعالى لي قولي أخطب عروسة يا ولا من الشرقية احنا رجعنا تاني معايا يعني معايا فرقه مش تقليديه الحاجه نبيله وولادها اللي قرروا يغنوا والحاجه نبيله زي ما حكت في البدايه هي كانت بتغني مع والدها والدتها في الغيط في اعمال الغيط وكانوا بيشتغلوا وكان المغنى ده حلهم بيرفهوا بيه عن نفسهم صح مظبوط كده يا حاجه وبداتوا تغنوا صح. ايه اللي حصل بقى وخليكي تبقي موجوده على السوشيال ميديا هيثم قول لي ايه الحكايه بقى والله يا باشا الحكايه اللي والدتي انا كنت في يوم يعني كنت رايح فرح انت اللي بتغني في افراح اصلا انا اللي بغني في افراح فالمهم لقيتها وانا نازل من على السلم انا قاعد في الدور الثاني وهي قاعده تحت في بدرون لا مؤاخذه كده في البدرون فنازل لقيت اللهم صل على النبي بتغني انا اغنيه انا شرقاويه بس يعني مجلجله فيها كده وكانت بتطبخ اكل قدام البوتاجاز والشعر بتعمل الباميه غالبا قاعده محشي لا كانت بتحشي بتحشي محشي ده الباميه اللي انا غنتها ده كنت قاعده بقمع باميه هي بتقول لي تعالى كل هيثم قبل ما تمشي انا متعود ايه اللي هي يعني تدعي لي دعوه وتاكلنا قبل ما امشي حتى لو اكل فوق مع المدام وكده فالمهم لقيتها بتغني قلت لها لا يا امه اللي انا عايزه منك اللي انت تغني الاغنيه دي واصورك لا مش هتصور قلت لها والله لا مصورك فالمهم اللي هي رحت جاي مصورها وانا ماشي رحت جاي رافعه على التيك توك عندي على الصفحه بتاعتي فبعد ما خلصت الفرح كان الكلام ده حوالي الساعه 3 ف
صاحب اللي هو بيجي معايا دوت الافراح بيفتح العده فلقى رسائل من التيك توك موت، بيقول لي ده نسبه الاصدقاء عند المتابعين عندك زادت قوي يا هيثم. بقول له ليه في ايه؟ بيبص كده بيقول لي ده فيديو امك جايب ب 400,000 مشاهده، ده اللهم صل على النبي كده اعتبر خد ترند. ده بقالوش 3 ساعات او 4 ساعات يعني بابا يعني. انا مش متموت على الصبح لقيته قلب مليون، انا مش متخيل اصلا. فالمهم رحت بقول لهم انت خدت ترند، تقول لي ترند ايه ده؟ ما كانتش عارفه. عرفتي بقى انه الغنى البسيط اللي غنيتيه ده الناس كلها سمعته وشافته؟ والله يا مدام بقول يا ريتني كان من زمان الموضوع ده، بدل ما انا مدفونه انا وعيالي كده، وبدل ما دخت في الدنيا كده والغيطان وجمعت حاجات الدنيا واشتغلت كتير قوي شقيتي في الدنيا، بس ربنا حب يطبطب عليك على ما دول كبروا ومجوزتهم وبنتين جهزتهم برضه. عندك قد ايه يعني؟ عندك هيثم وطارق وشريف. وشريف عند شريف ميكانيكي في ورشه، يعني مأجر ورشه كده شغال فيها وبيشتغل فيها. وعندك بنتين. وشريف متجوز ومخلف 3 عيال، والبنتين متجوزين. كله متجوز عندي. ده عندي بنت مجوزة بنت ولد رخرة جدة، أكبر من طارق اللي قعدت. ما شاء الله، ما انت متجوزة صغيرة ومخلفة صغيرين. أنا بجوزهم طيب. صغيرين. ولما بدأتي بقى تغني وهيثم قال لك يلا ياما هنروح والغنى اتبسطتي؟ أنا فرحت والله. فرحت جدا كمان. والله العظيم وسجلتي كذا فيديو. قلت له ده احنا ربنا ده انا ربنا يكرمني بدل ما احنا تعبانين في الغطان كده. وربنا كرمك. طيب انا عايزه اقول برضو لكل الزمالك عشان نبقى برضو يعني بنحتفي. انت عارفه الزمالك خد الكاس من شويه صغيره. كسبت كاس مصر. خلاص كسب كاس مصر. الف مبروك. شوفوا وشنا حلو ازاي. وشكوا حلو. الف مبروك. تغنوا له، نغني اغنيه للزمالك. يلا يا هيثم. ايوه طول عمري زملكاوي اصيل والكرة بتجري في دمي فني ولعب وهندسة يا زمالك انت المدرسة ربنا يبارك لنا فيكي ويبارك لنا في مرتضى منصور وكل الجمهور زمالك مية مية طول عمري أنا السعية أنا زملكاوي واصيل متربي على النية زمالك مية مية طول عمري أنا الصاصيل وبرضو ماشي بنية افرح يا زملكاوي مبروك علشان الكاس كده نقول افرح يا زملكاوي مبروك علشان الكاس كده نقول زملكاوي اصيل فن ولعب وهندسه زملكاوي اصيل فن ولعب وهندسه انا الزملكاوي على طول معاكي مطرح كده منقول انا الزملكاوي على طول معاكي مطرح كده منقول مرتضى منصور وزملكاويه دول ميه ميه يا ناس على طول دول ميه ميه يا ناس على طول. يعني بجد هو الوقت جري جدا معاكم وانا عايزه يعني احييكم ما شاء الله كلهم فنانين. كولا بيعزف كويس، هيثم صوته حلو، وانت بغنيك الحلو. احنا هنختم بصوتك باغنيه تنزل على التتر، بس عايزه اقول تتمني ايه يا ست نبيله؟ اللي انت عايزاه. لا انت تتمني ايه؟ انا اتمنى حضرتك اطلع من اللي انا فيه انا وعيالي، نطلع برضه كده يعني نشوف الدنيا
حد يطلعنا فوق برضو نعرف نغني زي اللي بيغنوا دول، زي مثلا يعني واحدة عايزه حد يتبنى فرقتنا، عايزه حد يدعمها في الفن كفن، عايزه حد يدعمنا في الفن ويتبناها كفن ويتبنانا كلنا كفنانين بدل ما احنا مدفونين كده مواهب. والحمد لله يعني مش اكيد اكيد انتوا نورتونا النهارده وحبينا ان احنا برضو يعني تكونوا موجودين في تلفزيون بلدكم وتغنوا براحتكم. اختموا باي اغنيه هينزل عليها التتر، هتحبي تقولي ايه ونختم حاجه للنبي بقى والدتي تغني؟ طب يلا اتفضلي وانا بشكر كل من تجابل يا محمد ولا في الجمال محلاك، يا من تجابل يا محمد ولا في الجمال محلاك، ضيعتي قلبي وحبي اللي انشغل بهواك. أنا لو معايا بل يا محمد أروح لك أنا هناك، وأقف على المقام وأنظر الشباك وأشوف حمام الحمى وأتملى أنا هناك. إلا فقير المال يا محمد يا من يوديني هناك، خدوني معاكو معاكو يا رايحين عند النبي، انا نفسي اروح وياكو بالصلاة على النبي. خدوني معاكو معاكو يا رايحين عند النبي، ده انا نفسي اروح وياكو بالصلاة على النبي. خدوني جبل عرفات يابا يابا اني ارمي الجمرات، خدوني جبل عرفات يا سلام اني ارمي الجمرات، واروح واشهد هناك ده حبيبي ومطلبي. معاكو يا زوار النبي النبي، انا نفسي اروح وياكو بالصلاة على النبي. خدوني معاكو المينا يابا يابا يابا، انا نفسي اروح لنبينا. الله خدوني معاكو المينا انا نفسي اروح لنبينا، وشاد الارض البيضة ده حبيبي ومطلبي.